نعم أستاذ أحمد، أروع ما فهم في مواطنين ضد الانقلاب أنه كان حراك مواطني، وكان يجمع العديد من الطاقات اللي لم تكن لها يوم دور مع سياسي ولا دور داخل الأحزاب الكبرى. نحكي يعني كانوا مناضلين من جايين من كما نقولوا من التراب، جايين من الأرض، ناس مناضلين صحاح. هذه الروح هي اللي خلت مواطنين ضد الانقلاب تقريبا توجدت في غالبية الدول في العالم، مش فقط في تونس. يعني احنا شفنا مواطنين ضد الانقلاب في أغلب الدول في العالم، يعني من فرنسا لسويسرا للنمسا لبلجيكا، وشفناها كذلك في غالبية المدن التونسية. لكن للأسف تحس إنه فما لحظة اللي فيها مواطنين ضد الانقلاب كاينه فما قرار بإعدام مواطنين ضد الانقلاب، لكن لأنه كانت فما عملية تحول. ونذكر أنا في الحديث مع بعض الأخيان مسؤولين على مواطنين ضد الانقلاب، كانت فما الحديث نحو نحن نتحول من مواطنين ضد الانقلاب إلى فعلا احنا ندخل في عملية النضال الصحيحة والمقاومة الصحيحة ضد الانقلاب. وفما برشا أطروحات جات في كيف نقاوم الانقلاب، هل أنه نمشيو للجهاد، نبنيو مؤسسات في الجهاد؟ فما الذي حدث أنه وقع اختزال مواطنين ضد الانقلاب في مجموعة متاع ناس اللي هما فقط يخصوا تونس العاصمة، وبكل وضوح لأنه ما شفناش مثلا جبهة الخلاص على مستوى العالم، ما شفناش جبهة الخلاص على مستوى الدول اللي متواجد فيها الجالية التونسية، وما شفناش كذلك جبهة الخلاص في غالبية المدن الداخلية. شنو اللي صار؟ كأنه حولنا الروح النضالية إلى تقول أنت مجمع لبعض النخب السياسية، وكانت تفكر داخل مكان معين وغابت المبادرات. يعني نذكر مواطنين ضد الانقلاب في كل حادث، في كل معناتها موضوع جديد كان فما بيان يخرج بشكل رسمي وبشكل سريع، وكانت بيانات جيدة جدا. شفنا انهيار في نوعية البيانات اللي كانت تخرج عن طريق جبهة الخلاص. شو اللي صار أستاذ أحمد، ولماذا لم نرى أحمد الغلو في داخل جبهة الخلاص؟ هو مواطنون ضد الانقلاب كانت حركة يعني متاع ناس خارجين الأطر السياسية الضيقة والحزبية المتعارف عليها، مناضلين أحرار ما همش منتمين، ما شاركوش في العشرية لا في منصب لا في مجلس نواب، كانوا ناس مثقفين تدفعهم روحهم النضالية وقراءاتهم وتدفعهم حلم أن المواطن العربي يحقق الكرامة متاعه ويحقق الحرية متاعه، ويدفعهم حلم تحقيق مشروع نهضوي عربي حقيقي. وقت اللي أسسنا مواطنين ضد الانقلاب كانت عندنا زوز أهداف. الهدف الأول تكذيب سردية التفويض الشعبي التي انتحلها قيس سعيد أن الشعب فوضك. فإحنا وقت خرجنا خرج معانا الشعب آخر قال لا للانقلاب، وخرجنا مظاهرات كبيرة عاجزة. قيس سعيد وأنصاره إن كان لهم أنصار أن يخرجوا عشر ما أخرج نحن، أن كذبنا هذه السردية. الحاجة الثانية اللي يعني خدمنا عليها والهدف متاعنا هو كان كسر حاجز الخوف الأصاب الناس نهار 25، فخرجت الناس وقالت لا للانقلاب. بعدها هي كان لابد من تشكيل جبهة تتولى زوز مهام. المهمة الأولى تشبيك علاقات مع الأحزاب والأطياف المشكلة فعلا في مجال السياسة حتى تتشكل جبهة واسعة مضادة للانقلاب. والهدف الثاني مضمونيا داخل جبهة الخلاص كنا نتوقع أنها باش تجدد الطبقة السياسية
أنها باش تشكل مضامين وتعمل نقد ذاتي وتعمل رؤى وتعمل بدائل وتكتب حلول وتعترف بأخطاء معينة. الزوز مهام هذا ما عملتهمش الجبهة، بل استأنفت في الحاجة اللي كنا نعمله فيها احنا، التحشيد والمظاهرات ويعني رفع معنويات الناس. ايه عامين كاملين يكفي، هذا كحاجة عملناه وأثبتنا، وأثبت هو الرجل بروحه أن ما عندهش شعبية في ثلاث مناسبات، في الاستشارة الإلكترونية وفي الاستفتاء وفي الانتخابات نتاع 17 ديسمبر. ايه اعملوا الهيكلة متاعكم الداخلية، اعملوا يعني مجلس ديمقراطي يجيب لنا معناها الكتاب وصناع الرأي والمثقفين اللي هم بالآلاف وهربوا طيلة 10 سنوات وشاركوا في الثورة وبعد وقت تسلمتها الأحزاب والمناصب والحسابات الضيقة هما هربوا، قالك يا أخوي احنا ما نجموش الأمور هذه وهربوهم. زاد حقيقة على الحق، ايه هذوما عملوهم في مجلس تكون عنده قدرة كبيرة على تحديد السياسات امتاع الجبهة. ما كنت تحبوا تعملوا جبهة فيها يعني هيئة تنفيذية متاع قيادات، ما يصيرش يعملوا قيادات، لكن القيادات يلزمها ترجع للمجلس، هذا هو الذي يقرر ماذا نفعل ماذا ما نفعلش، ما نشاركوا في الانتخابات ما نشاركوش، نعترفوا بالانقلاب ما نعترفوش. اي هذه الحاجات اللي ما حاجتين يعني تشبيك العلاقة مع ناس اخرين وجبانهم للجبهة فشلت فيهم، وخدمتها الداخلية وهيكلتها من اجل يعني إدخال قوى جديدة ووجوه جديدة والانتشار في الجهات وتشبيب وتجديد الطبقة السياسية، خلق رؤى خلق نقد ذاتي. باش ما حبينا ولا نكره الشعب التونسي نجم يقول لك يا صاحبي راني 10 سنين شوف في نفس الوجوه وانتم ما زلتوا يعني تعودوا في نفس الوجوه، فقط إذا تحبوا طيحوا قيس سعيد باش شدوا الحكم، ماكم شدت الحكم قبله وفشلتوا بحق بالباطل، المهم هذا هو الواقع. الذي وقع أنه عندما شكلنا يعني جبهة الخلاص جت الأحزاب وجاءت بأمراضها وبمنافساتها وبحبها للظهور وبحبها للقيادة، وكانوا يعتقدوا أن الراجل باش يطيح في شهر 2 3 4 5 وعليه يلزم يحافظوا على مواقعهم باش بعد ما يطيح هو يلقوا رواحهم في الصدارة فيستأنفوا نفس يعني المواقع اللي كانوا يحتلوها قبل. فهذا الذي وقع، احنا قلنا خلي تخدم الجبهة وتشتبك معه وخلينا نشوفه بالكم تنجح. فانتظرنا اذا الى ان اصبحت دخلها صراحة يعني مشاكل. شوف ثم شكون داخل للمجال هذا يقاوم في الانقلاب لأن يؤمن بالمشروع نتاع النهوض هذا ومشروع الكرامة والحرية، ما عنديش مشكلة لكان ما شدش بلاصة ولا شدش قيادة ولا لكان ما مشيش البلاتو ولا ما جبت ما عملش تصريح تلفزي، بالعكس أكثرهم جماعة يحتقروا على الحكاية هذه. وثم شكون تعود أنه دائما لا يلزم يلقي وجهه للميكرو وكذا وهو قايد وهو يخطب وكذا ذريثة ما بعد يلقى روحه الناس تخدم في مخاخة بالشكل هذا. الجماعة ما نجموش العرك هذا والحكايات هذه ما نجموهاش، تنس أكثر المثقفين الغالب. إذن مخ الهدرة تو ماذا نقول؟ نقول علينا أن نفكر جيدا في الحل شنو. يعني ثم انقلاب ما زال يتخبط في لحظة 25، ما أثبتش أصلا حتى قدرة على حكم البلاد والإنجاز، وخاصة أثبت أن ما عنديش شعبية الناس مش معاه. لكن مقابل هذا الضعف هناك ضعف مقابل أكبر، هو ضعف الجبهة وضعف القوى السياسية الأخرى وضعف الاتحاد وضعف المحامين وضعف المجتمع المدني. إذن ماذا نفعل في هذا؟ هذا السؤال الذي قاعدين نفكر فيه في الحالة هذه. نتصور أنا مانيش عارف، يلزمنا نشدوا الانتخابات 24 وكو نهزوا الانتخابات وكو